تحت نار السيف المسلط أنجز الجيش اللبناني في إرسال ما يعرف عسكريا بمرحلة الاحتواء التي تضم السيطرة على المداخل والإطلالات من الخارج، ومن هنا أحكم الجيش الطوق من ناحيتي جنوب وغرب إرسال وسيطر على تلال من المهنية أو تلة 83 وصولا إلى رأس السرج، وأبقى الجيش الجهة المتاخمة للحدود اللبنانية السورية مفتوحة أمام بقايا المسلحين والمتواجدين في المنطقة الخلفية البعيدة من وادي حميد، وادي عطا، وعقبة الجرد، ووادي الرعيان باتجاه الداخل السوري، علما أن الجيش هناك يتحكم بقواعد الاشتباك. ثلاث سيناريوهات. واحد، يا فعلا الجيش بفوت بعد إخلاء عرسال إحكام الطوق أو الاحتواء كما يسمى الكونتينمنت بتحتويها، وبالتالي بتروح على البعد السياسي يلي بيأمن لك، وخاصة البعد السني. اثنين، أن يخرجوا إلى الألمون، رح ترجع على مرحلة مراقبة من النظام، مراقبة من حزب الله، رح ترجع على المعركة. فإذن هني lose-lose situation، بيخسروا بهالحالتين. أو فينا نروح على السيناريو اللي حصل بحمص، إخراجهم لمنطقة بعيدة، هي منطقة يسيطر عليها المسلحين أو حتى الثوار، بمنطقة بعيدة عن حمص أو حتى عن إذا بدك شرق دمشق. الهبة السعودية العاجلة لدعم الجيش تحتاج إلى بلورة سريعة، فالمرحلة الثانية في عرسال تتطلب تجهيز لواء بكامله بتجهيزات خاصة من أسلحة ومرابط مدفعية وطوافات وأجهزة رصد، وهي تجهيزات يجب أن تكون فورية حتى يتمكن الجيش من حماية الحدود الشاسعة بعد حسم المعركة. هالمليار لازم يروحوا على محل يقاتل فيه الجيش مرحلة أو حروب أو نوعية الحروب في القرن الواحد والعشرين، خاصة الإرهاب. الطوافات شغلتين مهمة، الصواريخ الذكية أو القنابل الذكية شغلة كتير مهمة. ثلاثة، الإرهاب هو استعلام، الإرهاب هو مخابرات، الإرهاب هو تنصت، هيدي وحدة ممكن تستفيد منها. أربعة، التجهيز للعسكري اللي بيقاتل. فإذا أنت لازم تروح على مرحلة جديدة، تدريب، تجهيز، وبالتالي تأليف. اليوم ما فيك تحارب بكتيبة. وإذا كانت معركة عرسال قد شارفت على نهايتها، إلا أن حرب الجيش ضد الإرهاب لا تزال مفتوحة.